بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. اليوم مع ضيف جديد وأسئلة متنوعة ومحور ألا وهو القرآن ربيع القلوب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. مشاهدينا الكرام، برنامجنا يحتوي على مجموعة مكعبات وكل مكعب فيه سؤال. المكعب الأول والسؤال الأول، اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك؟ محمد حسين مهدي جلال، عمري 14 سنة، ساكن العراق. المكعب الثاني وسؤاله، في أي مرحلة دراسية؟ ثاني متوسط. المكعب الثالث ويطرح عليك سؤاله ويقول، شنو طموحك العلمي؟ تصير معلم لو لاعب كرة. هم تقدر بهاي هوايتك تخدم أبو عبد الله الحسين عليه السلام؟ إيه، بكل هواية نقدر نخدم أبو عبد الله الحسين عليه السلام. تقدر أنت مثلا توضح لي بهوايتك شلون تخدم أبو عبد الله؟ لو واحد يصير مشهور عالميا يقدر بإعلان للحسين يجيب الناس بطرف الحسين. المكعب الرابع وسؤاله، شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ صيام، قراءة القرآن، شهر مبارك. خليك يعني حبيبي محمد حسين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس يسألك، شلون اكو الصوم العبادات؟ ماكو شي صعب، عادي نصوم العبادات كل زين رمضان. المكعب السادس يطرح عليك السؤال ويقول، انت يعني بالتأكيد تسمع القرآن، فيا قارئ من القرآن تحب تسمع؟ مصطفى اسماعيل. انت تحب تقرأ قرآن هواية لو بس تسمع؟ أحب أقرأ وأحب أسمع، 50% اثنيناتهم أحبهم. المكعب السابع يطرح عليك السؤال ويقول، أكيد أنت حافظ آيات من القرآن الكريم، هي شنو هي أكثر آية أنت تحبها؟ آية الكرسي. المكعب الثامن والأخير وسؤاله، أنت قلت لنا إنه تحب آية الكرسي، لمن تحب تقرأ آية الكرسي؟ اللي يا إمام صاحب العصر والزمان. عجل الله فرجه الشريف. شكرا جزيلا لك حبيبي محمد حسين، ربي يوفقك ويحفظك ويخليك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود الى ختام هذه الحلقة. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام الى مسك ختام هذه الحلقة، وبالختام حبينا نهديكم هدية، الا وهو حديث من احاديث الامام الصادق عليه السلام. قال الامام الصادق عليه السلام، نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا، برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله.